نكمل موضوع الصليب، نشوف أشعياء وأرمية إزاي سقط الإنسان وفي نفس الوقت سقط الملاك. فهو ربنا بيتكلم عن سقوط المخلوق بغض النظر عن إنسان أو ملاك. في حزقيال 28 قبل ما ندخل في أشعياء 14، ربنا بيكلم حزقيال بيقول له أوحى للرب كلمته قائلا يا ابن آدم. يعني ربنا بيكلم حزقيال هنا، وطبعا خدنا بالنا من هنا يختلف أشعياء طريقة الكلام يا ابن آدم، لأنه هو خلاص داخل في اليوم الثالث، لأن احنا قلنا أشعياء هو رمز الإنسان، هو إنجيل الخلاص زي متى، وأرميا الباكي اللي هو إنجيل الجهاد زي مرقس المرحلة الثانية. عشان كده فيها مراسي، ليه ما فيش مراسي في أشعياء؟ من ضمن الأسئلة برضو اللي سألتها وبعتها البابا شنودة وإحنا بصغيرين، وسألتها الرؤساء أديرة، من ضمن الأسئلة ما لقيتش أي إجابة، أشمعنى ما فيش مراسي حزقيال؟ قالوا لي هو قال لأرميا كده. أشمعنى أرميا تاني مرحلة في النبوءات؟ ما لقيتش إجابة على أي سؤال كنت بسأله أنا في ثانوي. قالوا لي بتقول إيه أنت؟ هو ربنا قال مش عارف إيه كتب إيه، لكن الترتيب يعني كبناء مركب، لا ما حدش قال إن في بناء مركب يبدأ من بناء الفلك. حزقيال هو المرحلة الثالثة في نمو الإنسان زي لوقا، بيرجع الإنسان لصورة آدم. علشان كده مش صدفة حطه في الثالث مرحلة. وفي حزقيال لما بيقول غسلتك بالماء ولم تملحي بعد، لم تقطع سراتك، يعني هو ده القيامة وخلاص الطفل بيطلع يتولد وبتقطع السرة، مش صدفة يعني إن هو يبقى البشير الثالث في العهد القديم أو النبي الثالث اللي هو بيتكلم عن مراحل نمو الإنسان. هنتكلم عنه بالتفصيل بعدين طبعا إذا كان في نفس، هو يدي ربنا الوقت، لأنه محتاج بالأيام ترتيب. أنا بالكاد لما ربنا بيدي نعمة كل كام شهر بقول نقطة نقطة نقطة، لكن يدي نعمة بعدين إنه يبقى فيه نفس، فالواحد يقدر يربط المواضيع كلها بنعمة ربنا. حزقيال 28 زي أشعياء 14 بيتكلم عن سقوط المخلوق. المخلوق ملاك إنسان، هو بيتكلم من علو كبير قوي ببعد كبير جدا جدا. ياريت كانوا قالولنا زي ما ياريت كانوا قالولنا كل حاجة ازاي نبقى كاملين ونبقى مسيح تاني خطوة خطوة بجهاد قانوني. فحزقيال بيقول لنا سقوط المخلوق سببه ايه؟ انه ساب العنان، ما صلبش، واحنا بنتكلم عن الصليب، ما صلبش مشيئته. سقوط المخلوق، مخلوق. كنت زمان بنسأل أسئلة الناس البابا شنودة، الفرق بين القروب السرافيم ملاك، طيب الملاك اللي ظهر على القبر ملاك، طيب اللي وقف في جنة عدن ملاك، كله ملاك. لا، في مخلوقات، القروب حاجة، ما قالش ملاك إنجل أو الأنجل حسب الترجمات، السرافيم ما قالش إنجل أو أنجل حسب الترجمات، لا ده سرافيم ستة أجنحة، في كلام مش بيرد. احنا اتبرمج في عقلنا حسب ما احنا طبيعتنا، ما هو اللي طبيعته اي حاجه في اي حاجه، فبيفهم حتى كلام الله كانه كده هو هميوني زي ما بيقولوا الصعايده، فهو ملاك. طيب ليه ملاك هنا جناحين وسته؟ اهو هميوني، ما هو من القلب بيخرج فهو بينعكس على الله حتى كلام الله ملاك. طب القروب اللي طرد آدم ملاك 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 كله ملاك. لكن لا، هو ربنا خلق مخلوقات، مش ده الموضوع. بنتكلم عن المخلوقات، احنا بنتكلم عن سبب خراب، مش الإنسان والبشرية بس، سبب خراب المخلوق، يعني ببعد أبعد شوي نقطة ندخل كده، نقطة في 3% و4%
اللي أنا مش برط برضو ومش بكذب، لأن أنا يدوبك بلاحق في حاجات كتير ربنا قالها لي. فهو سبب خراب المخلوق إيه؟ واضح قوي قوي في أشعياء 14. طبعا من الصدفة 14، احنا قلنا كمال النور في 14 زي جهاد يعقوب 7 و7، وحسقيال برضو 28 من الصدفة، فضل الاثنين ويبقى يكمل 30. ربطة كبيرة جدا محتاجة فتح ذهن. إن كان ربنا وكل حد يتكلم عن نقطة، لكن هيظل الختان من إيد الله وفتح ذهنهم، هيكون ده دور الروح القدس. احنا بنتكلم عن نقاط، أو أنا بتكلم عن نفسي، أنا اللي أصغر من نملة، بقول حاجة من اللي ربنا علمها لي في الوقت اللي بيحسني بيه. يا ابن آدم قل ملك سور. مين ملك سور ده؟ يعني هل ده حقيقة يعني، ولا شخص، ولا هو كلمة سور معناها صخرة حاجة كده، يا أما صخرة عصرة يا أما صخرة المسيح، زي ما قلنا الأسد هو الشيطان أسد يعني قوة الشر، والمسيح هو الأسد يعني الشيطان أسد، وماء ماء الحياة، المسيح ماء الحياة، ماء مروية أو مية بتغرق العالم. فكل حاجة ليها صورة معكوسة، زي الياباني هو صورة، ده كلام إلهي قال لي الصورة البرفكت أو أدق صورة نقية للإنسان، زي أيام القرون الأولى في القداسة في القرن التاسع بينحنوا كده اليابانيين، حتى قال إن هيفوقوا القديسين بعدين لما افتقدهم. والصين هي الصورة المعكوسة زي العملة المزيفة، عشان كده العكس دول بيتجوزوا بالعافية واقنعوهم، والصينيين بيخلفوا أكتر ناس، وأكتر ناس بيعبدوا المال والعالم، بيقلدوا أي شيء، بيقلدوا تماثيل، بيقلدوا الأجهزة الإلكترونية، بيقلدوا الورد، بيقلدوا الأكل، حتى بيعملوا دمية صناعية، بيقلدوا الأجهزة أي حاجة، بيعملوا بيض كأنه بيض طبيعي، بيقلدوا أي شيء. فهو رمز للرئيس العالم. فحسقيال 28 بيتكلم ربنا عن سقوط المخلوق. إيه سببه؟ إيه سببه؟ هكذا قال السيد الرب من أجل إنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس. يا سلام. طب مين اللي بيتكلم؟ ده ملك سور، ولا لما رئيس الشياطين اللي هو كان رئيس الملائكة سقط؟ بيتكلم عن سقوط المخلوق، سببه إيه؟ هنا ربنا بيتكلم ببعد عالي جدا، سواء في أشعياء 14 أو حسقيال 28، بيتكلم ببعد عن المخلوق. فهنا التفسير بقى، تكلا هيمنوت كنيسة الإنجيلية قالت إيه، البابا شنودة اتكلم على الحتة دي وقال لا هو بيتكلم عن سقوط الرئيس الشياطين لما كان رئيس الملائكة وسقط رئيس الملائكة. طب هو بيقول لرئيس سور، هو بيتكلمش عن ملاك. يا ابن آدم قل رئيس سور، سور وصيدة دي مدينة. فهو الحقيقة لا بيتكلم عن سقوط الإنسان ولا بيتكلم عن سقوط، هو بيتكلم عن سقوط المخلوق. أنا قلت إن أنا إله، لأن حتى بني آدم بيقول الكتاب صرنا أموات بالذنوب والخطايا حسب ظهر هذا الرئيس سلطان الهوى، حسب رئيس سلطان بينا صرنا أموات بالذنوب والخطايا، صرتم حسب ظهر هذا العالم، بينا نفس تفكيره. فتفكير ملاك، تفكير قروب، تفكير سرافين، تفكير شرافين سقط. ربنا بيقول لنا المخلوق بيسقط ليه؟ السبب خراب المخلوق، مش الملاك أو الإنسان، المخلوق. فأنا قلت أنا إله، إن المخلوق اتكبر، سواء رئيس سور الحقيقي اللي كان أيام حسقيال أو رئيس الملائكة سطنائيل. هو الحقيقة بيتكلم على الاثنين، وبيتكلم على الإنسان، لأنه الكتاب ده عبارة عن رسالة للإنسان اللي صار بفكر تماما رئيس العالم، وكأنه بيتكلم عن الشيطان، وهو الحقيقة بيحكي عن الاثنين.
أنا قلت إن أنا إله، أنت قلت أنا إله، أجلس في مجلس الآلهة، أجلس في قلب البحار، يا سلام، وأنت إنسان. بعدين يا رب أنت بتتكلم عن سطنائيل ولا ما حدش، ما فيش تفاسير لكنيسة إنجيلية ولا قدر يحدد. هو الحقيقة أنا بتكلم عن نفسي، إلهي قال لي بتكلم عن سبب سقوط المخلوق، سواء القاروب اللي سقط اللي هو سطنائيل رئيس الملائكة أو الإنسان، نفس الفكرة. فهنا الرسالة الملك رئيس صور إنسان، أنت إنسان لا إله، فهو بيكلمني أنا لأن الكتاب المقدس ده بتاعي أنا، وأنت إنسان لا إله ولكنك جعلت قلبك قلب الآلهة، ها أنت أحكم من دانيال؟ سر ما يخفى عليك، وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك ثروة، وحصلت الذهب والفضة وفي خزان، بكثرة حكمتك في تجارتك كسرت ثروتك فارتفع قلبك. يعني أنت قعدت، طبعا هنا بيتكلم عن الإنسان، بيتكلم عن الأرض، يعني أصل الملك ما عندوش بقى فضة وذهب، ما عندهمش هناك في عالم الروح فضة وذهب، فبيكلم الإنسان أنت تكبرت. لذلك قال السيد الرب من أجل أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة، نفس فكرة الشيطان بس بيكلم إنسان، لذلك أنا أجلب عليك غرباء عتاه فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك ويدنسون جمالك، ينزلون إلى الحفرة فتموت موت القتلى في قلب البحار. هل تقول قولا أمام قاتلك أنا إله؟ هتقول الوقت أنا إله وأنت إنسان؟ نرجع تاني، هو بيكلم الكتاب المقدس ده رسالة لي، رسالة لكل إنسان، أنت إنسان لا إله. وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم ارفع مرثاه إلى ملك سور، إنسان كلها هكذا السيد الرب، أنت خاتم الكمال. ده الرسالة بقى موجهة للملك سور الإنسان ولا للقروب اللي سقط. نرجع تاني ونقول تعليم الله لينا بيقول لنا سبب سقوط المخلوق هو أنت خاتم الكمال. طبعا ده مش بيكلم آدم ولا بيكلم ابن آدم ولا بيكلم سور، لا، فكأن ربنا بيكلمنا كتعليم سبب السقوط بتاع الإنسان ورئيس رئيس الملائكة هو أنت خاتم الكمال. طبعا ده مش ده بيتكلم عن القروب اللي سقط، ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم كان ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر. طبعا ده مش آدم اللي كان في الجنة، فإذا ده بيتكلم عن رئيس الملائكة. وليه كان في الجنة؟ دي بقى ربنا يفتح ذهن كل واحد، لأن في ثوابت أنا يعني حتى لو ربنا فتح ذهنه ما ينفعش أحكي كل شيء، لأن في ثوابت البابا شنودة قال، فإذا أي حد يقول كلام الكتاب الكنيسة الأرثوذكسية قالت، فأي حد هيقول كلام مخالف لأي كنيسة هيبقى كلام غلط. فمش من الحكمة أي حد ربنا فتح سنه على حاجة يقول حاجة ضد الثوابت، لأن الثوابت ثبتت في العقل وبقت هي الإله والدستور، فأي حد يقول حاجة تانية. فالحاجات دي ما حدش عارف يفسرها. والمهم نخلينا في المعنى المشترك اللي هو إيه؟ سبب سقوط المخلوق هو إيه؟ ما صلبش ذاته، حقق مشيئة ذاته. واضح المغزى من الكلام؟ فأنت قلت في نفسك ارتفع فوق العلي، ده بقى اللي هو في أشعيا، ونفس الكلام أنت خاتم الكمال، كنت في جنة عدن. طبعا ده بيتكلمش عن آدم، بيتكلمش عن ملك سور بحقه حقيقي، لا، ده ملك سور كان بنفس فكر رئيس الملائكة، كل حجر كريم كان ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد، وإيه ده؟ أنشأ فيك صنعة يعني يوم أن خلقت أنت القروب. إذن ده مش آدم ولا رئيس سور ولا إنسان، أنت القروب المنبسط المظلل،
وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت. وكل التفسير قالت ده سقوط رئيس الملائكة، ماشي. أنت كامل في طرقك، يعني كنت كامل يوم خلقت، حتى وجد فيك الإثم بكثرة تجارتك، ملؤ جوفك ظلما، فأخطأت فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها القروب. طبعا أنا مش آدم ولا رئيس سور، ده قروب، لأنه فعلا كان رئيس الملائكة كان من طغمة القروب. فإحنا قلنا السرافيم ستة أجنحة، ده مخلوق غير الملاك، غير يعني مخلوقات ولا خليقة أخرى، خلائق برضو. ده مش موضوعنا لأن الثوابت أقوى من الكلام، فخلينا في الكلام البناء اللي مش هيخترق الثوابت فيرفض، فخلينا في الكلام اللي يبني. سبب سقوط المخلوق إيه؟ القروب أو الملاك أو الإنسان، إنه ربنا عطاله اختيار فنفذ مشيئة ذاته وما صلبش ذاته. بس احنا بنتكلم عن الصليب، ايه هو الصليب؟ مش طخ 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 ودم ويسوع رفع الخطية، لا، ما بيتكلمش عن يسوع رفع الخطية، لا، هو بيتكلم عن البداية. نعرف البداية ايه؟ بداية الخراب بتاعة المخلوقات، ان ارتفع قلبهم، الانسان ما انقرش ذاته، من اراد ان يتبعني ينكر ذاته ويحمل صليبه. ليه ربط القضية الاتضاع بالصليب؟ هل وصلت؟ من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. ليه ربط الاثنين مع بعض؟ لأنه شرط. شرط لأنه هو عطى حرية اختيار، شرط أنه أخذ، يعني أعطى ربنا الإنسان حرية اختيار. إما يطيع الله، لأن الله لازم يكون الرأس، أو يصلب ذاته. ووصلت المعلومة، احنا ده اللي يهمنا، بيكلم القروب، بيكلم آدم، طبعا ده مش آدم، لكن احنا بنتكلم عن القروب، هو أربع أجنحة ولا 14، يعني مش هو ده موضوعنا. إن كان ربنا عايز يكشف حاجة بناءة نقول لكن المعلومة أو النور اللي ربنا عايز يوصلهن، إيه سبب الخراب المخلوق؟ ارتفع قلبه وبيقول له أفسدت حكمتك لأجل بهائك، يعني غرورك، سأطرحك إلى الأرض. طبعا ما فيش أرض عند الملائكة أو عند القروب، وأجعلك أمام الملوك. ملوك مين؟ ساعات بيكلمه بصيغة إنسان، ملك سور وصيدا وأيام سدوم، يعني لأنه في مخطوطات قديمة في الأديرة، أديرة أنبا صمويل، أديرة قالوا لنا زمان، لأن بهدف خلق الإنسان أن طغمة من الطغمات سقطت، فعايز يعوضها. كل قديسين كان كل شوية برأي، وفي اللي قال لأ، عطى فرصة تانية للشيطان بعد ما طلع في ناس ندمت فرجعها، وفي اللي قال أيام نوح أبناء الله وأبناء الناس وبناء مش عارف إيه دول الملائكة. فأحنا مش ده المهم، لأنه مش بناء أن أنا أفهم أو أعرف أو أكتشف أن في ملايكة بقيت ناس أو هو، مش ده الحكمة، هي اكتشاف الهدف، الحكمة رأس الحكمة، اكتشاف الهدف اللي ربنا خلقني عشانه. يعني لو الملائك ده رئيس الملائكة أو القروب ده whatever، أو المخلوق ده اللي هو سقطه بإشطان، لو كان عنده حكمة وسأل ربنا أنت خلقني ليه، كان قال له طب أعمل إيه، كان شرح له. فإحنا الوقت مش في مسميات، إحنا نشوف كلمة الله بتقول لنا إيه، إن المخلوق ده بغض النظر هو سحلية
ولا فراشة ولا ملاك ولا كروب وتبر المسمى مش هيهمنا. كلمة الله احنا اللي تهمنا. كلمة الله بتقول ان المخلوق ده سواء ملك صور او واحد او سدوم وعمورة او الناس اللي ان المخلوق ده ضيع الحكمة افسدت الحكمة لاجل بهائك يعني غرورك، فسأطرحك على الأرض ولا على الهواء وعلى السحاب برضو ده ما يهمناش، وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك. برضو الملوك في السماء في ملوك؟ لا ما فيش ملوك، بس برضو هو ربنا بيدمج الموضوعين، بيدمج بيوصل لنا فكرة. قد نجست مقادسك بكثرة أسامة، يعني النعمة اللي مديها لنا ربنا مديها للإنسان مديها للمخلوق آسف، نجس الحاجة الغالية اللي جواه الروح الغالية اللي جواه بظلم تجارتك، فأخرج نارا من وسطك وتأكلك، أصيرك رمادا على الأرض. برضو نرجع تاني وبيكلم مخلوق سواء إنسان أو قروب أمام عين كل من يراك، فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب. هنا رجع بيكلم البني آدم، وتكون أهولا ولا توجد بعد إلى الأبد، وكان كلام الرب أجعلك وجهك أمام تنبأ. ف حزقيال 27 كان كلام الرب إلي وأنت يا ابن آدم فارفع مرساه على السور برضو، وآياتها الساكنة عند مداخل البحر، تجارة الشعوب إلى الجزائر. باختصار السيد الرب يقول يا سور أنت قلت أنا كاملة الجمال. برضو يرجع تاني يلقن الضوء على المخلوق سواء القروب أو الإنسان، إنه تكبر. يعني إيه تكبر؟ ما هو من أراد أن يتبعني فليوضع ذاته ويحمل صليبه، ما وضعش ذاته وحمل الصليب، مربوطين ببعض اللي هو صلب مشيئته. يعني كان قدام المخلوق اختيار، الملاك السرافيم الكروبين آدم، المخلوقات كان قدامها اختيار، يا إما تنكر ذاتها وتحمل الصليب. يعني صليب مش خشبة ومسامير وطخ طخ، لا ترفض تحقق مشيئتها الخاصة اللي أعطاها الله حرية إرادة، مدي لها حرية إرادة، والصليب هو رفض تنفيذ مشيئة الإنسان أو المخلوق، مشيئة ذات المخلوق، رفض صلبها. وحب الإنسان لنفسه مش حب الله، أو إكرام الإنسان لنفسه مش إكرام الله، إجلال يعني إحساسه بأنه هو ليه قيمة، ما صلبش الذات دي أو ما سلكش في الحق، ما سلكش في الحق اللي هو إعطاء المجد للإله. الإله هو اللي ليه الحق يكون الله، يعني ايه ده؟ فناخد حته كده صغننه في حزقيال 27، بيقول له جميع سفن البحر وملحوها كانوا فيك يتجروا بتجارتك. يعني نفس الفكره، فارس ولود وفوت ومش عارف ايه وجيش علقوا فيك ترس وخوذه وعلقوا اطراسهم على سوارك، هم تمموا جمالك. يعني انت فرحت بان في حد حسسك بنفسك، يعني انت كده زودت المصيبه، مش صلبت ذاتك، انت عكست عكس صلب الذات. من اراد ان يتبعني ينكر ذاته ويحمل صليبه، لا ده انت ما صلبت ذاتك، العكس بقى، انت افتخرت بجمالك. ترشيش، وطبعا ذكرت كتير، ترشيش هي سبب الفقر، معناها يعني كل غنى بالفضه والحد، يعني انت عايز تبقى حاجه كبيره وعظيمه. ده باختصار، باختصار يعني من بداية سفر التكوين صح 10 بيقول إن كل طبعا القديسين، وده حقيقي، قالوا إن بداية الخراب والشر جه من يافس. يافس معناها extension، يعني حاجة كده بتمتد كده، وده بعد ده بعد ده امتداد، يعني يافس حاجة كده. ويافس خلف اسم الله عليه جومر ومادي ومجوج وياون وتوبال، وما شاء الله الأسامي جميلة جدا يعني. يافس احنا قلنا امتداد، وجمر معناها تتميم الشيء، يعني هو خلف حاجات عايز يتمم الفكرة بتاعته، ومجوج معناها بيغطي زي شبكة النت،
تغطية متوسعة غطاء كامل. ياون معناها خمر فائر، وطبال معناها يحضر الشيء أو يجلبه. يعني هو عايز يعمل حاجات كتيرة، عايز يغطي، عايز يبقى ليه يسود ويمتد، اللي هو يافس ويمتلك. تبال معناها يحضر الشيء ويمتلكه، وياون معناها خمر فائر، ودي الأسامي دي هنلاقيها متكررة كتير في عسقيال 27، وهي دي أولاد يافس. في صفات بقت رئيس العالم، وترشيس معناها سبب الفقر وقدار، هنلاقي الاسم متكرر اللي هو شديد الظلام، أنا سوداء كخيار قدار. يعني كل الصفات السلبية صارت في المخلوق، سواء الإنسان أو القروب ده. يهوذا وأرض إسرائيل صاروا تجارتك في سوقك، وزيت وبلسان دمشق تجارتك. يعني انتشر الشر في كل بلاد العالم. دان ويوان ولا يوان قدموا غزلا في أسواقك. وطبعا احنا قلنا دان اللي هو الحية القديمة، اللي هو السبط، اللي هو تلغى في سفر، اللي هو الإنسان العاطق قوي. ويوان ده قد معناها خمر فائر، يعني خمر حاجة بتفور فائر. فدي صفات صارت في المخلوق، ما احنا سواء القروب سواء الشيطان سواء الإنسان صرنا حسب ظهر هذا العالم. وحب التجارة، يعني الاختناق، عمال ربنا بيكلم حزقيال 27 قد ايه انواع الطيب، وكل حجر جريم وذهب واسواق وعدن، وايه ده تجار بنفائس، عالم سفن ترشيش قوافلت للتجارة فامتلأوا وتمجدت جدا في قلب البحار، عالم ملحوه. ما هو ايه اللي بيحصل في الدنيا دلوقتي؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ وفلوس وناس وتجارة، أولاد ربنا ناجحين، ده الأساقفة الأجلاء بتوعنا في مصر أهم حاجة، وقالوا لنا في درس الأحد وحفظونا أولاد ربنا ناجحين أهم حاجة. طب ناجحين في إيه؟ طبعا ناجحين في الدنيا، وإبراهيم كان غني. أيوة، الله خلق آدم ليه؟ وما فيش حاجة لما نشتغل بيزنس، الله خلق آدم ليه؟ وبعدين ننجح زي مجدي يعقوب ماشي من الرجل على عيني والرأس، الله خلق آدم ليه؟ ولما يدخل في السياسة المسيحيين يا سلام يبقى شرف، الله خلق آدم ليه؟ هنلاقي الودي في حزقيال 27 كلها، الودي اللي هي كان فكر المخلوق اللي سقط، سواء القروب أو آدم. سفن ترشيش وقوافل وقلب البحار وثروتك وأسواق وبضاعتك وملحاك. يعني الواحد يزهق وبيقرأ في حزقيال 27 ويكره نفسه، قوافل وربان ومتجارة وحربوك وجمعوك، ايه هو ده كل ده؟ ايه ده؟ وسيبكون عليك بمرارة نفس بعد كده، بسبب ان الانسان ما وضعش نفسه فكل شيء رديء سكنه. ليه؟ ما هو طالما الله مش الراس انتهى، وكل أمر رديء زي ما الكتاب بيقول. كل شيء سلبي هيسكن في الإنسان، وسبب خراب المخلوق، نرجع تاني النقطة المهمة، هي رفض يكون الله الرأس، الإله، السلطان، الحكم، لأنه رفض يصلب ذاته. فلما جه السيد المسيح في العهد الجديد بيكلمنا احنا، مش دعوة بالخلائق التانية والقروب والدوشة دي، وهل فعلا الشيطان مش عارف ايه، وخد والمخطوطات القديسين، فالعدد اللي سقط فتعمل منه ايه وعطى فرصة تانية، مش ده موضوعنا. احنا موضوعنا بيتكلم ربنا في كلمة الله في حزقيال 28 سبب سقوط المخلوق، واللي يركز مش هيلاقي في كل تفسير كنيسة مش عارف سبورتنج، وكنيسة مش عارف تكلة هيمونات الحبشي، وأنبا مش عارف ايه، والبابا شنودة وابونا متى، ما حدش حدد بالضبط، وما فيش كل التفاسير. أنا قريت كل تفاسير العالم وكل الكنائس الإنجليزية والكاثوليك، ما حدش حدد هو ربنا هي بيتكلم الشيطان ولا بيتكلم إنسان. هو الحقيقة التعليم اللي قاله لي ربنا، أنا بتكلم عن سقوط المخلوق سببه رفض إعطاء السيادة لله، التحكم لله، رفض أن يكون الله هو الرأس. فمن أراد أن يتبعني ينكر ذاته ويحمل صليبا. ربط ربنا، بتكلم عن الصليب وأهميته أو مفهومه أو أبعاده،
إن الفرصة أو الحرية اللي أعطيت للمخلوق سواء اللي في جنة عدن آدم أو هي مش عايزين ندخل في التفاصيل، وهل الكروب كان فعلا في الكروب اللي طرد آدم وفي كروب سقط قبل آدم، موضوع كبير قوي. وش معنى جنة عدن؟ جنة عدن اللي هي الامتحان مش للإنسان للمخلوق. فهو بيفكرنا بأننا زي ما عطى المخلوق آدم امتحان، عطى الامتحان للكروب، وذكر في الكتاب عشان يقول لنا هو نفس فكر الله. وبيفهمنا أنه لما جه السيد المسيح يعيش على الأرض بيقول لنا بهذا تخلص، أو رفع كما رفع موسى الحية في البرية رفعه على صليب. فبيفهمنا بتوسع أن ده اللي كان محتاجه المخلوق سواء القروب أو آدم سآدم أو أي مخلوق أو السرافيم. بيحكي ربنا بتوسع كبير قوي أن الإنسان مديله حرية إرادة. للأسف خراب المخلوقات كان نتيجة أنه رفض ينكر ذاته، يعني رفض يصلب مشيئة ذاته، من أراد أن يتبعني ينكر ذاته ويحمل صليبه، يعني يفهم أن أنا الراس ومديله حرية إرادة. فالقروب رفض وآدم رفض، فبيفكرنا بعدن اللي هي البهجة أو الفرح اللي كان عايز يكون للمخلوق الإنسان بغباوته ضيعه. ما هو بهجة عدن بيفكرنا بعدن. طبعا القروب مش فارق معانا بتات ولا زرع ولا تفاح، ولا هو روح الشيطان، يعني كان ملاك ورئيس ملائكة أو كان قروب واتفر المسمى، مش هتفرق معاه تفاحة ولا جوافة ولا عدن ولا غير عدن ولا كوكب الأرض، ما هو روح. ده بيفكرنا بالامتحان، إن كان عايز يوهب له فرح، هو فقد الفرح ليه؟ ما صلبش ذاته. فموضوع الصليب يا رب يوضح معناه من صليب المسيح. طبعا في فرق بين صليب المسيح وصليب الصليب اللي هو تعليم يسوع الناصري لكل إنسان علشان يشيله أو يرفع نفسه أو يعلق نفسه عليه علشان يقدر يوصل للهدف. إن ما كانش رعاة الأرض نادوا بالحتة دي إزاي الإنسان يعيش الصليب، في اللي ناد بس مش واضح، في اللي نادى، ما كل إنسان بينادي باللي تعلم اللي تعلمه. لو كل كاهن وراعي وبابا وصل للكمال اللي هو مسيح تاني، كان المسيح هيعيد نفس كلامه، كان هيكون مات هو وفنى واضحة، كان فنى والمسيح اللي فيه، طبعا مش المسيح اللي فيه هيعيش ملك على الأرض وامبراطور وحاشية ويلبس تاج، طبعا مش هينفع، هيتغير، ليس عنده تغيير، المسيح ما عندوش تغيير ولا ظل دوران. طب إيه اللي حصل في الدنيا؟ ده مش المسيح. أنا ياما رعاة في الدنيا دي، ناس في الزمن ده منتهى العفة وكل حاجة، شفتهم في رؤى بقول لهم ليه لبستوا تاج؟ قالوا لي ما كناش وضعين نفسنا، ما كناش صورة مسيح تاني، عشان كده ما بقيناش مسيح تاني، ما قدرناش نبقى زي بولس الرسول اللي قال في كورنثوس الأولى صرنا منظرنا للعالم ووسخ كل شيء، أو كنا كالمربية ما قدرناش. فأدق مثل للصليب هو خروف الفصح، وأدق مثل للصليب الإنسان والفرق بينه وبين صليب المسيح هو الحية النحاسية اللي في سفر العدد. الخروف الفصح اللي في خروج 12 هو كل إنسان اتصلب على شبه صليب المسيح. ليه؟ لأن ما قالش لموسى، اتكلمنا كتير عن خروف الفصح بس النقطة الأساسية نلقي الضوء عليها أكتر، لو كان خروف الفصح، لو كان خروف الفصح أو معزة الفصح، لأنه قال له هات خروف أو ماعز، يعني لو كان خروف الفصح
هو المسيح بس كان هيبقى خروف واحد. لو كان خروف الفصح هو رمز دقيق بس للمسيح كان هيبقى خروف واحد. يمكن ما قلناش حكاية الماعز قبل كده، هو خروف ولا ماعز أو خروف ولا ما. طب خروج 12 عدد 5، خروج 12 عدد 5 بيقول ربنا بيكلم موسى: كل واحد على حسب أكله تحسبون الشاه. هو المفروض يبقى شاه، هو خروف عشان كده سموه خروف الفصح. وتكون لكم شاه صحيحة ذكر، هو بيتكلم عن الشاه، تأخذون من الكرفان أو من الماعز. طب هو خروف فصح ولا ماعز؟ ولا في افتراض واحتمال و ما هو ده هو الماعز هو الجداء جدي. طب ده انت يا رب في اليوم الاخير بتقول الجداء على الشمال الخراف على اليمين، دي بداية لان هو بيبدأ بداية. ففي ناس كتيرة زي السامرية كانت جداء او موسى الاسود وناس كتير وكلنا اغلبيتنا، انا بتكلم عن نفسي ما كنتش مولود ماشي مع الله جداء، يعني مش ما فيش حد مولود خروف. بالفكر قرر يمشي زي ماكسيموس وديمديوس وإيلاريا والناس دي كلها ماشي، بس مش كل الناس من صغرها زي ما يسوع الناصري 12 سنة كان خروف. لا مش كل الناس كانت من البداية بدأ العقل ينضج قررت تبقى خرفان، لا في ناس جداء. فهو فتح الباب علشان تدخل حتى الجداء، فالباب مفتوح لكل حد. فنرجع تاني، الخروف هو كل إنسان مش المسيح، لأن لو المسيح دي مش محتاجة ذكاء كان يبقى خروف واحد بس لبني إسرائيل وسهلة ينزل الدم، والدم طبعا لو نزل في مية لو كل واحد خد نقطة تكفي، حتى لو هم 2 مليون عادي يتخفف المية زي ما بنعمل في التناول بنخفف يعني سهلة، يعني مش هو ده الموضوع لا هناخد نقطة. لكن لو هو أو كل عشيرة خروف واحد برضو يبقى المسيح لكل صف، لا ده كل إنسان. كل إنسان كلم الرب موسى وقال له: هذا الشهر رأس الشهور، في العاشر من الشهر يأخذون كل واحد شاه، ولو البيت صغير يكون أن يكون كفء لشاه يأخذ هو وجاره. يعني لو الإنسان مش قادر يمشي الطريق في البداية بيبقى ليه طبعا مرشد زي ما راحوا للأنبا مقار وكانوا أو يروح عن بندرس وكانوا يتعلموا منه. كل واحد حسب أكله تحسبون للشاه، كل واحد حسب أكله تحسبون الشاه. ممكن البيت فيه 5 عائلات يبقوا 5 شاه، ممكن البيت يبقى فيه 2. وبقولك وإن كان البيت صغيرا بالعكس هيبقى هو وجاره. فالمهم خروف لعيلة أو لمجموعة كأنهم بنفس واحدة. أنا مش قادر أمشي الطريق. ماكسيموس وديماديوس جابوا خروف واحد وذبحوا نفس الذبحة، ماتوا نفس الموتة، نفس ما هو مش قادر لوحده. أنا سيمون قدرت تطلع لوحدها ماشي، مجموعة لسه مبتدئة راحوا للأنبا مقر وتلموا حوالين الأنبا أنطونيوس كلهم ذبحة واحدة، موتة واحدة، تعليم واحد. فده لو البيت صغير كل واحد حسب أكله تحسبون الشاي، يعني شوفوا أنتوا تقدروا على إيه. بس ده المهم، أكبر برهان إن مش هو المسيح وحده. وتأخذون اليوم الحفظ يوم 14، عرفنا إن من يوم 10 الصبح ليوم 14 ده 5 أيام، وبعدين في العشية يعني هيبتدي اليوم الجديد 6 أيام، يبقى ده عشان يرمز الإنسان إزاي يرجع تاني اليوم السادس اللي هو الكمال، كمال الامتلاء. ثم يذبحه كل جمهور
إسرائيل في العشية ويأخذون من الدم ويجعلون بين القائمتين. الشروط بقى دي قلناها قبل كده، بس الجديد في الموضوع تأكيد ربنا أنه لازم أنا بكامل أرادته، بكامل أرادتي يعني بكامل كل إنسان بكامل أرادته يقرر. كل واحد حسب أكله. يعني إيه حسب أكله؟ يعني هي إيه الأكل؟ هو فكرة الأكل إمتى أكل؟ حسب أكله وحسب لما يكون عندي رغبة في الشبع. واحد جائع، واحد مش عايز يشبع هيموت، ماشي دي رغبته. لكن لو واحد عايز يأكل يعني عايز يشبع شبع كامل، ده معناها رغبة الإنسان. كل واحد حسب أكله يعني حسب رغبته في أنه عايز يشبع من الإله ده. الموضوع مش غفران خطية خالص، غفران خطية ده في الحياة أنه حسب اللي يبص السم يتلاشى زي المصل اللي ما عرفش بتاع الكوفرتينا وكورونا بيلغل بتاع. فهو فكرة الحياة النحاسية هو بيلغي الخطية دي حالية أو موضوع عبارة واحدة يتقال فيها الحياة النحاسية اللي هو يسوع الإنسان اللي هو الكلمة اللي صار جسد اللي هو ماشي بيتغاضى عن كل خطية بنعملها. ده موضوع منتهي مش محتاج شرح ولا كتب ومش طريق، ده طريقه هو، طريق الله، فكرته ورغبته عمله. لكن الله بيشرحنا في الكتاب المقدس في 66 سفر أو 73 عشان الكاثوليك ما يضربوش البروستان، بيكلمنا في عشرات الإصحاحات عن إيه؟ عن عمله ولا عملي؟ دوره ولا دوري؟ ما قالهاش الرعاة ما مش عذر، بيتكلم عن عملي أنا، بناء أنا أبنيه ولا الله اللي يبنيه؟ أبني أنا. ففي حاجة شروط بداية البناء لازم أنا أشعر باحتياجي أن أنا أشبع من الإله ده، الشبع من المسيح، عشان أتغير لطبيعة المسيح وأتغير أبقى مسيح تاني. لازم أفهم أن أنا قدامي اختيار، أنا أتلاشى أوضع نفسي يعني أنا أرفض يبقى لي وجود. ما هو ده فكرة الصليب اللي سطنائيل واسم الله عليه ولا أي مخلوق رفض يتنازل عن الذات اللي أعطيت ليها ليه ليختار يقرر يصمم مشيئة ذاته أو ينفذ مشيئة ذاته ولا مشيئة الله. لو عايز يحقق مشيئة الله وينفذها هيصلب ذاته، أدي فكرة الصليب. فذكر ابن سنة، وسنة اللي هو أقوى مرحلة عمر للخروف، لازم الواحد يقرر ويكون في الوقت ده هو ده أقوى قرار ليه. الشرط الثاني يكون عندكم تحت الحفظ اليوم 14، يعني تحطوا المسيح قدامكم كده في الستة أيام تتعلموا منه، مش تذبحوا على طول. طب ما تجيبوا وتذبحوا، ودي قلناها قبل كده، لا أبقى فاهم، أطفي التلفزيون والنت وأبطل مكياج وأبطل مش عارف إيه وبديكيرو منيكيرو وأبطل أعمل الموضة واهتم برأي الناس وأبطل مش عارف إيه وأبطل أهتم وأنظر لطيور السماء أعمل مطبخ وبتجاز ونعمل 100 ساعة عشان نعمل أكل أصل أمنا عشان بتحب ده وأبونا وأمنا وأبونا وأمنا. لا أفهم، أقرر أقعد ست أيام أقرر أشوف حياة المسيح، أنظره لطيور، تأمله ماذا خرجت من تنظره، أبص ليوحنا العمدان، أبص ليوحنا العمدان والمسيح والعذراء وأقرر أنظره لنهاية سيرتهم. أقرر في الست أيام دي أقرر أفكر هل فاهم، هل فاهم البداية، هل فاهم الخراب اللي فيا، وهل فاهم وفهمت المسيح عمل كده ليه. أقرر، ما اللي مش هيقرر ومش فاهم ممكن يصوم زي ما كنا بنعمل، أنا كنت بعمل كده وبنستنى يوم العيد وندبها. وكنت بسأل أبونا إن كان صلب الجسد والصيام ربيع الحياة الروحية وبعدين خريف وربيع بندخل في حياة روحية، ليه ما ندخلش في حياة روحية على طول؟ ما لقيتش إجابة إلا واحد بس اللي قال لي إحنا بنتدرب. طب بنتدرب لغاية سن 60-70 سنة؟ ما فيش كان قرار، ما حدش يقدر يقرر، بابا ولا أي حد، إلا لو كان عايش وفاهم واختبر الأمر ده أصحيح يبقى هو. ما أنا سألت البابا شنو ده لما رحت له بصراحة، خلاص الأيام انتهت، هقول الحاجات اللي أنا سألتها له، إزاي إحنا على وتيرة واحدة، إزاي ما بتغيرش، إزاي هو نفس صيام الأساقفة الأجلاء اللي بعمم 70 سنة، هي لما يجي العيد بيأكله ويمص وصوابعهم إزاي؟ طب فين النمو؟ يعني ما كل واحد بقى، أيوة كل واحد، طب ما أنت دور حضرتك
تقول بقى ان كل واحد وان في نمو وفي تدرج، مش لما يجي العيد وما بنتكلم عن الصيام ازاي هو ربيع الحياه والدخول للعمق. نرجع تاني يعني هو عباده الله، سيبنا من العمق ولا مش عمق، هو عباده، توقف عن عباده الجسد لاثبات عباده الله، ان انا اقمع جسد. طب امتى هعبد الله باستقامه على طول؟ ما جاوبنيش، هتحسب يوم القيامه، سكت. دي بقى كل واحد، ايوه كل واحد ليه لا ينادى بها، لا ينادي الرعاه، لا يعلمونها ان في دخول للعمق، ادخلوا للعمق حتى تستطيعوا ان تدركوا. ندرك ما هو العرض والطول والعمق والعلو. اما التغيير هيجي بناء على ايه؟ فيكون عندكم تحت الحفظ اليوم 14، افكر، افهم اذبح نفسي ليه، اذبح مشيئتي ليه، افهم ان ما من ايام بسلامته سطنائيل، بسلامته زهره الصبح، ولا اللي قال عنها اشعياء، ولا قال عنها حسقيال انه بسلامته قرر ينفذ مشيئة ذاته، ما صلبش ذاته، فدي الخراب. فجه يعلمنا تاني ربنا ازاي نذبح مشيئتنا، ياخذونا من الدم، ده تالت حاجة بعد ما اتعلمت وقعدت 6 أيام، نأخذونا من الدم، دم كل خروف، يعني كل إنسان قرر يذبح مشيئة ذاته، وده الدم ده علامة أنه قرر ذبح مشيئة ذاته، يؤكد لربنا أنه مات واتذبح، وحط الدم قدامه كمان زي ما عمل المسيح، سكب دمه قدام الجميع عشان يعلمنا يموت الحيوان إزاي فينا، أنا كمان أعمل زيه. 4، يأخذونا من اللحم المشوي بالنار مباشرة ليس مسلوقا، يأكلونا، يعني ما ينفعش يبقى مطبوخ، ليس مطبوخ، لا تأكلونه ني أو مطبوخ، بيأكد ربنا أنه مشوا بالنار مباشرة، نار مع أكارعه بكل جوفه. الفكرة ما ينفعش أبقى أسيب حتة كده أو أقول أصل طب أخلي معلش أصل ممكن أتفرج، ما ينفعش، مش هكلم كل الناس بس أكلم فلان، ده قرار موت. ليه؟ وثبات في الموت ليه؟ ما هو هي أبدية. أفهم لا تبقوا منه للصباح، الباقي تحرقونه عشان ما يبقاش في حاجة، أي فكرة ضد موت، كل مشيئة تحرق، أي فكرة ضد مشيئة، المشيئة بتاعت إن أنا اخترت الله تتحرق. الشرط الخامس، هكذا تأكلونه أحقاءكم مشدودة وأحذيتكم في أيديكم، يعني بجد تاخدوها بجد كأنكم فعلا مفكرين نفسكم علشان ما ترجعوش أنكم مسافرين، أحنا مش من هذا العالم. لازم أفكر نفسي أنا مش من العالم، الشرط اللي بعديه الشرط السادس، تأكلونه بعجلة، هو فصح للرب، مش هنمصمص ونقعد نفكر كل حاجة، فهمت بعد ما فهمت نفس بسرعة، هو فصح للرب، قرار مصيري يكون الله إلهي، إن كان الله هو الله قررت هو الله أعبده، يعني ما تعبدش ذاتك، قرار يكون سريع. الشرط السابع، 7 أيام تأكلون فطير، يعني متعزلون الخمير، كل الشروط بتؤيد بعض وبتكمل بعض. ايه فكرة الفطير؟ ان المية ما تتحدش مع الزيت، قلنا قبل كده، لكن في مادة وسيطة زي الطحين او الدقيق، لو اختلط مع بعض هيكون فطير، لكن ما يبقاش في اي فكرة من العالم بعد كده. كذا مرة قعد يقول من العدد 15، نفتح خروج 12، من العدد 15 لعدد 20 قعد ربنا يعمل فطير، بيلت ويعجن، ده ربنا هو اللي عمل فطير في الموضوع. ما فيش فكرة مهما كانت صغيرة تقطع تلك النفس، وكل بيت فيه فطير فيه خميرة، يعني لو في خميرة وجدت في بيت، لو شم ريحة الخميرة تقطع تلك النفس، للدرجة دي التدقيق. 7 أيام لا يوجد خمير، أي اللي هو أي فكرة، لا تأكلون شيئا مختمرا، بيعيد ويزيد، أي فكرة هتغير فكر الإنسان، هفكر في الموضوع، طب والمسيح هيجي بالليل الموضوع ده هيعمل لك إيه؟
هينفعك بإيه؟ أي موضوع في العالم اللي هو امتحان، أنت لازم تعرف أن العالم ده فترة امتحان، هيفيدك بإيه؟ وخذوا باقة الزوفة واغمسوها في الدم، زي ما داود بيقول انضح علي بزوفاك، دي المادة اللي كانوا بيستعملوها زمان في التنظيف. حتى شريعة الأبرص زمان كان لازم زوفة، والمسيح لما كان على الصليب قدموا إليه الخل بالزوفة، لأنه هو النبات احنا قلناها قبل كده اللي بينمو بمهارة بين الصخور، والجذر بتاعه طويل جدا وهو صغير وقصير زي الزعتر زي الحاجات العطرية، لكن هو كان رمز اللي هو الزوفة ده، ازاي في وسط الصخور ينمو أولاد الله ازاي. فخذوا باقة من الزوفة واغمزوها في الدم، يعني خذوا الرمز زي تأملوا ذنبك الحق، خذوا العبرة وخذوا العزيمة في الإنبات في وسط الصخور اللي بيها تقدروا ترشوا الدم، يعني عشان تتنفذ خروف الفصح الطقس أو الترتيب أو الأمر ده تحقيقه اللي هو الخلاصي، أنا اللي هو الصليب بشبه صليب شبه موت المسيح، لازم في الآخر أستخدم الزوفة، يعني لازم أكون واخد التعليم ده أن في وسط الصخور، لأن الزوفة بتنبض بجدارة رائعة بين الصخور على الجبال كده وتطلع تطلع تطلع، وهو بيقولوا أنها بتقوي جهاز المناعة جدا 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 وبتلغي السرطانات ومش عارف ايه، زي الاعشاب زي الزعتر وزي الكمون والحاجات دي اللي هي رهيبة، او القراوية او الشطة او المورينجا، دايما الاعشاب بيبقى فيها حاجات مش موجودة في الاكل، املاح غير طبيعية، يعني المورينجا فيها 10 أضعاف فايدة اللبن، اكتشفوا كده الحليب، يعني فيها كالسيوم وفيها فيتامين سي، عشب المورينجا 7 أو 8 أضعاف الفيتامين سي اللي في الليمون، دايما العشب بيبقى خصوصا الصخري اللي في الجبل زي اللي في الهند، لأن المورينجا دي أساسها من الهند أو دي من إسرائيل اللي هي بتاع ده الزوفة في المكان اللي فيه السيد المسيح. فمسوا العتبة العليا اغمسوها في الدم، خذوا باقة الزوفة، يعني عن طريق إنباتكم في وسط الجبل في وسط الصخور بيتم حقيقي، ما لازم الأرض صخرية، الزوفة الزوفة اللي هي النبات الجيد جدا أجود زوفة بتنتج تطلع بره بين الصخور، تطلع الجبل اللي يشوف جبل عملاق ده يطلع فيه نباتات طالعة، هو ده الزوفة، مش كل الجبال طبعا، أنا بتكلم على الزوفة اللي هي ربنا عملها رمز علشان نشوف ونتفرج ونتأمل ذنبك الحق والنباتات دي كيف تنمو، فكيف ينمو الزوفة في وسط الجبال في وسط الصخور، صخر يطلع من ازاي يدخل الجذر في وسط الصخور، هو عايز يفكرنا بكده ان بتتم عملية تشبيهنا بالمسيح وبتتم عملية الصلب، صلبي انا صليبي انا اللي كان مفروض يعيشه القروب كوكب الصبح ده اللي مذكور عنه في أشعيا وحزقيال، ان كان مفروض يفهم ويشوف مخلوق هو مخلوق ازاي، ربنا عمل حاجات عشان نتعلم. ما يجيش حد في الاخر يقول اصل الشيطان، لا القروب ما كانش رئيس الملائكة او القروب ده اللي سقط ما كانش فيه شيطان قبله يغوي، هو بس ما تعلمش ازاي يصلب فكره، فطبعا كانت النتيجة تم مشيئة ذاته، ما فهمش التعليم اللي هو
علمهن المسيح ما فهمش التعليم صلب المشيئة، طبعا ده مش عذر، لكن جه المسيح في الآخر وجه الله لبني البشر بيعلمهم، وكتب لنا في أشعيا وكتب لنا في حزقيال فكرة سقوط الأقوى مخلوق أنه ما صلبش ذاته، وإزاي أحنا كمان نعالج الأمر ده فيما أحنا مولودين حسب فكره، مبلوعين بحسب طبيعة الحية. فالحية النحاسية فكرتها أنه بيقول لنا أولاً، ودي قلناها كتير جداً، أن احنا بقينا حية فلازم تتصلب. بس زي ما المسيح ورّنا كإنسان وإله في صورة إنسان إزاي يتصلب، أنا بقيت حية تتصلب. وأفهم أن خروف الفصح هو كل إنسان يريد أن يتبع الله زي الخروف بصلب كامل دائم لمشيئته بالخطوات اللي علمها لنا ربنا. وده أدق رمز في الكتاب المقدس، أدق علاج محتاجاه الخليقة، كل الخليقة، القروب ولا الملاك ولا أي خليقة خلقها الله كانت محتاجة لصليب. يا رب النقطة دي تكون وصلت وتفهمت عن طريق خروف الفصح وعن طريق الحية النحاسية اللي هي قال لنا ربنا عليها. في سفر العدد إصحاح 21، وتزمر الشعب شغالين مسكين زمارة. الرائع وأكبر برهان إن الله هو اللي بيريد خلاصنا، الشعب ما طلبش أو ما فكرش، ما طلبش إيه؟ الشعب ما فكرش إنه ينقذ من فرعون في يوم الأيام، أو يهرب من فرعون، أو يتحرر من فرعون. الإنسان ما فكرش أصلا في خلاصه، الله هو اللي فكر له، قال له اطلع بس اعمل كده، اتحرر بس اعمل كده، انت في عبودية وانت مش دريان بس اعمل كده، انا هعبر بيك، بس افهم الشروط. وفيما هو كل شوية يمشي بيه يتزمر، كل شوية يتزمر، لدرجة ان موسى خلاص يعني كان هيحصل له حاجة. سفر العدد الصح 11، لفيف اشتهوا شهوة، الناس اللي جم زيادة دول دخل طلعوا بني اسرائيل اللفيف، وبكوا بكوا بكوا، من يطعمنا لحم لحم، تذكرنا السمك والقثاء، القتة الحلوة في الصيف كده، والخيار اللي طالع من التلاجة، والبطيخ والكرات والبصل والثوم، دي آيات في الكتاب المقدس. وقالوا الآن يبست أنفسنا من هذا المن. إيه هو ده؟ في عدد 11. جم تاني في عدد 20 اسم الله عليهم، ولا 21، وتكلم الشعب وبكوا بيبكوا، لماذا أصعدتمونا؟ ليه بتحررنا؟ ليه بتحررنا؟ ما كنا بناكل سمك مشوي في الدير وفي الكنيسة، وبيعملوا الراهبات بطريقة مقرنشة، ليه طلعتنا؟ عايز تموتنا؟ أي عايز أموتكم، عايز أموت الجسد، عايز أموت الحية اللي جواكم، غلطان يعني أنا؟ حد طلب؟ فالله هو المخلص اللي بيسعى لخلاصنا، وإحنا عايزين نقرمش السمك، نقرمش. طب بعدين؟ ما هو ما عيشنا النهاردة وموتني بكرة، ده إيه ده؟ فالكتاب المقدس مش مكتوب لمستشفى مجانين عنبر الخطرين، الكتاب المقدس مكتوب لخرافه اللي عايزين يبقوا خرافه اللي فهمه. أين الحكيم؟ هو ربنا كاتب الكتاب المقدس للناس الحكماء. لماذا أصعدتمونا؟ لنموت في البرية ليس خبز ولا ماء، وكرهت أنفسنا طعامك السخيف. ده الشعب بيقولوا لله طعامك سخيف، إيه ناكل من؟ الله أنا المن النازل من السماء. فرجعت كثير من التلاميذ ولم يعودوا يمشون معه. في إنجيل يوحنا 6 حتى التلاميذ، بعض التلاميذ قالوا إيه ده؟ كيف يعطينا هذا؟ طبعا مش بيتكلموا عن ممارسة الطقس، ممارسة الطقس ده في نص الساعة سهل، هو بيتكلم عن الحياة، إنه عايز يخلي حياتنا شبع روحي.
أخرجتنا لنموت. أيوة ليموت الإنسان العتيق، ما هم مش فاهمين. عشان كده ربنا طلب مننا، طلب من أولادنا، من أولاده يعني، إن هم يظلوا 6 أيام يفكروا في الأمر، يحفظوا الخروف للحفظ، يحفظوا كلمته في ذهنهم ويرددوها ويفهموا ويطلبوا من ربنا الفهم. احنا مش هنقدر نمشي، او ما فيش انسان يقدر يمشي الطريق زي الانبا مقار وانبطنس والناس اللي سمعنا عنهم او يوحنا عادنا اللي ربنا شهد له، الا لو قاعد يفكر ويفهم. ان ما فهمش واقتنع مش هيقدر يكمل في البريه. ان الموضوع اختيار، الموضوع اختيار. أعيش بالجسد اللي الله حطني فيه، احنا بتكلم عننا مش على القروب ولا كده، نعيش بالجسد اللي الله حطنا فيه ونفهم، نفهم انه ده امتحان، ولا نسلك حسب الروح زي ما المسيح جه ورانا وقعد في البرية. ما حدش علمنا في البرية للمسيح ليه 40 يوم. مفروض يكون التعليم، أغلبية التعليم هو الطريق اللي المسيح عاشه، هو التعليم كله. المسيح ليه 12 سنة لم يبالي بمشاعر العظم؟ ليه طلع البرية و40 يوم ولما جاء قال ليس بالخبز؟ ليه عمل كده؟ النقطة الرائعة، لا خبز ولا ماء كرهت أنفسنا طعامك السخيف، فأرسل الرب على الشعب حياة فمات قوم كثير. أدي النتيجة، هنموت بالحياة اللي جوانا، في حية في فكرنا. هناك ناموس آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني. وما ليه ربنا صمم الختام وتمم الختام من البداية؟ بيقولنا في حية فيكم فوقه، أي صباع الإنسان بيحركه، لكن في حية في الإنسان بتتحرك نتيجة شهوته هي اللي بتحركها. إيه؟ عيشنا ومتنا مش فاهمين؟ والرعاة ما بيوعظوش؟ ليه ربنا عمل إيه؟ أقطع حتة جلدة يعني، ولو ما قطعتش يجي ملاك إيه هو كل ده يعني؟ إيه معناه؟ بيقولنا فوقه فيكم حية بتقودكم، بتتحكم فيكم. إن لم يستطع الرجل أن يضبط، مش قادر يضبط نفسه، فالحية هتقتلنا. ربنا عايز يموت الجسد، نعيش حسب الروح، لأنه هو ده اختيار، ده مدهنا عشان يمتحننا، مش عشان أعيش حسب الجسد. إن عشتم حسب الجسد، إيه؟ ما فيش راعي على الأرض بيقول يا ناس إن عشتم حسب الجسد بكل الأبعاد. اهتمام الجسد موت، وقفة تحمر رهبة سمكة في ساعة علشان إيه؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إيه العك ده؟ إيه المرار والعك والحزن اللي احنا فيه ده؟ لا اصل مرجرجس وبوسفين بيظهروا لي بيشجعوني على تحمير. يا سلام، كنت في ثانوي ورحت اديوره بيقولوا لي اصل مرجرجس بيظهر هنا وبوسفين بيظهر لنا بالحصان هنا علشان واحنا بنحمر. ويا بوسفين يا مرجرجس، ايه ده؟ بقول لهم ايه القصص الغريبه دي اللي مش ممكن تعقل، اللي هي ضد الانجيل. ان كان المسيح اول بدايته في موعظه على الجبل، ولا تهتموا قائلين ماذا ناكل، ماذا ناكل، ماذا نشرب، هذه تطلبها امم العالم. يجي مرجرجس وابوسفين يشجعوني على تحمير السمك علشان الكرش بتاع الاساقفه يزداد. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده الواحد ساكت؟ بيقول تاملوا زنبق الحقل، انظروا لطيور السماء. ولما جاء المسيح بيقول ليس بالخبز وحده، لكن نهتم اهتمام الجسد موت، ده موت وموت وموت. هيغير الله كلامه؟ ادي الحيه موتت الشعب، فينا حية. هو عايز يطلعنا من البرية، طلعنا من المكان والحالة اللي فيها السمك والقراط والسمك والقصاء والبطيخ واهتمامات أكل. ده هو خلقنا علشان نسلك حسب الروح، نختار علشان يتحقق الهدف، نبقى أعضاء فيه إلى الأبد. ما قالش كده البابا شنودة، مش عظيم، الله قال لنا. ما قالش كده أبونا متى المسكين، أبونا داود لمعي، ومش عايشين بالشكل ده اللي عاشوا المسيح واللي عاشوا القديس بولس ويوحنا المعمدان، وقال لنا اطلعوا وانظروا وخرجوا. يعني المسيح عاش وورانا يوحنا المعمدان أمثلة، وجي القديس بولس في كورنثوس الأولى صح 4 بيقول نجوع نلطم نهان نضرب، صرنا منظر للعالم. يجي بعد كده بابا روما يبقى ملك الزمان، ويجي مش عارف البابوات يغيروا يبقوا ملك الزمان ويلبسوا تيجان زي ايام ايه المرار ده؟ فين الطريق؟ هو فين الطريق؟
وخدمين وطبخين ده بيعملوا امتحانات في روما. انا عرفت طبعا مش اي طباخ يجي يبقى هو ده الملكوت. ده الملكوت، ها ملكوت كده عايشين الملكوت. يعني احنا مصدقين فعلا بجد مصدقين ان احنا ده السماء. احنا مش عايشين السماء، احنا مش قلناش عارفين المفروض نعيش السماء. لا، هو المسيح قال لازم طوبوا قد اقترب الملكوت. والقصبة اللي ختم بها الكتاب المقدس نقيس زي ما كلمة الله بتقول لنا. وطبعا كل واحد براحته، اللي عايز يعيش زي شاول الملك، اللي عايز يعيش زي هارون رئيس الكهنة اللي الله اختاره، اللي قلع الناس وعراهم زي ما إبليس عرى آدم، براحته. اعمل زي ما هارون يقولك، اعمل زي ما بابا ريوما يقولك، ولا زي ما البابا شنودة ولا اي حد. شوف انت تختار ايه، اقرا افهم قرر، اطلب من الله يفتح ذهنك، فتح ذهنهم. اعمل ايه؟ اعمل زي ما بابا ريوما، اعمل ملك واجي العب، ولا اعمل زيك يا رب طلعت البريه ولما جوعت بعد ما صمت قلت ليس بالخبز واحد؟ اعمل زي مين؟ اطيعك ولا اطيع هارون؟ اعمل زي مين؟ قدام يوحنا المعمدان وقدام هارون، قدامي رؤساء كهنة، ودي مش قصة صلبوك يا رب. أعمل إيه الوقت يا رب؟ أعمل، أنت حاطط لي أمثلة، هارون، موسى، شاول اللي خلى الناس وزوجاتهم طبخات، يوحنا المعمدان، بولس الرسول، وأنت وحنان وقيافة. كل واحد يسأل ربنا أنا أبقى زي مين؟ أتبع مين؟ يقول لنا ربنا اختار. انتوا شايفين ايه؟ ده من غير ما انا افتح ذهنكم، من غير ما افتح ذهنكم، انت عايز تتمثل بمين؟ انت عايز تبقى مين؟ تبقى مين؟ تبقى مسيح ولا تبقى هارون ولا تبقى حناني قيافي؟ عايز تبقى ايه؟ قيافة تاني؟ حنان تاني؟ عايز تبقى شاول تاني؟ عايز تبقى بابا روما تاني؟ عايز تبقى ايه؟ شيء غريب. يعني أنا بتكلم عن نفسي لما كنت في سنة وفي أيام الكلية قريت العهد الجديد وقريت حياة القديسين وأنبا بولا وقريت ماكسيموس وديماديوس وأم إسرائيل السائح، قريت قصة القديسة إيلاريا، قريت حياة بولس الرسول، قريت يعني أصبت بصدمة لما في أيام الكلية بروح الأديورة وشفت الأساقفة عايشين إزاي والبابا، وقول معقول يا ربي مفيش حد عايش زيك لما كنت على الأرض؟ السؤال ده كنت بسأله لنفسي وسألت الرهبان كتير، يقولي لي ازاي في سواح؟ أيوة فيه، بتكلم على القدوة اللي الله دعاهم يبقوا قدوة زي ما دعا هارون يبقى قدوة. أنا بتكلم عن الناس اللي هي في رتبة هارون أو زي بولس الرسول بيبشر. مفيش في كنيسة إنجلية مسيح تاني محتقر ومرزول، أو في كنيسة كاثوليكية أو في أرثوذكسية، معقول مفيش مسيح مرة أخرى؟ حبيبتي كفلقة رمانة، في ناس زي الرمانة من جوه مش باينين زي الأباء السواح بتسمع عنهم، وما زلت ووراني ربنا فيه زي الرمان من جوه مقفول عليهم، لكن مفيش ناس زي عنائد العنب باينه زي بولس الرسول محتقر ومرزول. وكالمربيه ما شفتش اسقف زي المربيه، كنا مترفقين عليكم كما تربى المربيه او مرضعات تبقى مرضعه. لا مفيش، لا في القاهره ولا في اسكندريه ولا في بني سويف ولا في المنيا ولا في سوهاج البلد اتربيت فيها، لا ما كانش فيه الاسقف، ما كانش مربيه، ولا في الاقصر. كنا سمعنا في سواح نكرر بس حد تاني زي بولس الرسول ما لقيتش. بعد كده ربنا اكد لي قال لي مفيش، يبقى مسيح تاني يبقى محتقر زي الانبا ابراهام مثلا، مفيش. السؤال ليه؟ ليه بيعمل عيد ميلاد كل الاساقفة نصهم نسبة منهم عيد ميلاد، والبابا عيد تجليس، عيد العيد مفروض عيد للرب. كنت بقول للناس زمان كده وبقول لأب اعتراف، بقول له هو ايه ده، هو مش المفروض يكون العيد عيد للرب؟ غدا عيد للرب، ازاي يعمل عيد لنفسه؟
قال لي ما هو البابا. قلت له يعني ايه البابا؟ مش مفروض يكون يعني طب المسيح كان بيعمل عيد ميلاد؟ قال لي اكيد. قلت له اكيد ازاي؟ لما بيقول من اراد ان يتبعني ينكر ذاته، لو ما رضاش الراجل يودع اهل بيته. مش شرط حرفيا، بس حياه محتقر ومرزول. الملكوت هيبقى فيه عيد ميلاد بيقول فقط عيشوا كما يحق الانجيل، والانجيل بيقول قد اقترب الملكوت كما في السماء. الصلوه الوحيده، طب ما في السماء مفيش الكلام ده. حياه الاباء السواح بتؤكد، حياه المسيح بتؤكد، حياه يوحنا العدن اللي قال لنا انظروا بتؤكد. ما كانش عنده مطبخ ويقعد يحمر ويظهر له مارجرجس ولا مريمينا ولا ابو سفين ويشجعه على تحمير الطعميه والبطاطس ما حصلش، بالعكس كان عايش الملكوت. ده مش ملكوت، ده من زمان بقول ايه ده، هو فين الملكوت اللي بنقرا عنه؟ وفين حياه القديسين؟ انا مش شايف. الله. بعد كده السيد المسيح اكد لي، قال لي لا، في ناس عايشه في المغاير ومحدش يعرفها زي الرمان، لكن كعناقيد عنب مسيح تاني قال لي حاليا مفيش، في سرك. بابا روما بيجيب سرك، بيقول ان الجواز والاكل هو يعني الحياه، مش المسيح هو الحياه، مش حياه الملكوت هي الحياه اللي المفروض نعيشها. ده بيؤيد الحياة بالجسد وينادي بمتعة الجسد اللي هي ضد الإنجيل. الكتاب بيقول فقط عيشوا كما يحقني، والمسيح بيقول من أراد أن يتبعني ها فلينكر ذاته ويحمل صليبه. الطريق هو حياة المسيح، والمسيح حياته كلها صليب. ومن العهد القديم بيقول لنا ربنا في إشعياء وحزقيال خراب المخلوق سببه إيه؟ إنه تم مشيئة ذاته. فإحنا ما تعلمناش من القاروب لما سقط، ما تعلمناش. أمال إيه فايدة الكتب الأنبياء؟ إيه فايدة إشعياء وحزقيال؟ كاتب الكلام ده لمين وإحنا بنحمر سمك وبنحمر بطاطس والطحينة اللي بيحبها مش عارف مين؟ إحنا عايشين حسب مين وحسب رأي مين ونرضي مين؟ وفين النتيجة؟ فين المرآة اللي نقف قدامها؟ راضيين عن الحالة اللي إحنا فيها؟ آخر حاجة أقدر أقولها في موضوع الصليب، في الشيء اللي اختبرته زي ما الكتاب بيقول فتختبر عطية الله. محدش يقدر ينادي بشيء. أم بنطونس كان بينادي ويعلم تلاميذه بالشيء اللي هو اتعلمه وعاشه، اللي المسيح عايشهوله. أم مقار، أي قديس، أم بشنود رئيس المتوحدين، يوحنا العمدان كان بينادي بالشيء اللي كان في الوسط والمستوى اللي هو وصله. فأنا بقول حاجة ربنا علمها لي لما كنت بقول له يا رب إيه النار اللي أنا فيها دي، إيه النار اللي أنا فيها دي يا رب؟ من وقت ما اتولد أنا ما تنفستش، الجسد تعبان، مفيش محبة، مفيش حد زي يوحنا الحبيب، طب مفيش حد زي يوسف النجار زي ما أنت اتولدت في يوسف، طب مفيش حد، إيه ده يا رب؟ النار نار ملتهبة. فكان رده الوحيد بيقول لي إن كان رئيس الملائكة اللي كان من القاروبين سقط، مش عايزني أخاف عليك؟ فأنا قافل عليك، خايف عليك، حتى جوه نار. بقول يا ربي يعني أنا هبحث عن إله آخر غيرك؟ قال لي يا ابني، يا ابني إن كان القاروب رئيس الملائكة سقط. اتفتح ذهني، بقول يا لهوي، والناس مش مقدرة، والراهبات عمالين يشفوا سمك، والرهبان بياكلوا مش عارف ايه بطارق، مش دريانين، والاسقف اللي بيقولوا عليه في الصعيد ملاك الاقيه مستوى جايب قهوة من بره وكافيه قليه، وفي وسط الصيام شوكولاتة صيامي، اصل دير مريمينة قال لي بيعمل احلى دير، احلى شوكولاتة في كل الاديرة، اجمل دير في الدير، مش فاهمين. مساكين
رعائي ومساكين مش فاهمين ان الكروب الكروبيم السرافيم سقط عشان ما صلبش ذاته، ما صلبش مشيئة ذاته. واحنا هو اتصلب عنا وناكل اللي احنا عايزينه. طب ما هو طلع البرية يطلع براحته، وجاع يجوع براحته. ما هو يسوع، طب بولس الرسول، ما فيش كورنثوس الاولى اصحاح 4 الرعاة عايزين يمسحوه، كورنثوس الاولى. غلطية 2 انه راى بطرس، بطرس العملاق اللي معمول له كاتدرائية، ما كان مرائي، واحد مرائي راجل مش انا بودقن رائي مرائي. ايوه ربنا قال له اتحبني 3 مرات. هو الحقيقه كان بيحب ربنا، ما كانش بيكذب. بطرس الرسول كان بيحب المسيح، بس كان بيحب نفسه اكتر من المسيح، او زي ما ينفعش. فمش ناكر ذاته، المفروض يبقى نكر، ما كانش نكره. فهو مش فاهم الفكره، انا ما اقدرش احب الله من كل قلبي طول ما قلبي لسه في السمك المشوي بحجة أصل ما رجرجس بيظهر في درر ومريمينة بيظهروا وأبو سفين بيشجعنا على تحمير السمك. أنا مخي كان واقف وأنا في أيام الكلية، إيه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ ومريمينة ولا ما رجرجس بيظهر لواحد ويقعد يصلي وينزل الزيت؟ أيوه، هو فين طريقه؟ فين حياة المسيح نفسه؟ فين المسيح في حياتي؟ وفين إن أنا عايش من أجله؟ إيه ينزل زيت ولا ما ينزلش زيت؟ أيوه فعلا العذراء بتظهر، وأيوه فعلا القديسين بيظهر، أيوه فعلا. بس هل فهموا وعاشوا بعد كده وكل ملتفتين نظرهم للمسيح التفتوا إليه ملتفتين لله، وهو كل القلب وكل الفكر وكل النفس هو الله؟ تحب الرب إليك من كل قلب فيه وكل فكري وكل إيماني وكل عشمي وكل رجائي فيه؟ اختلاط بقى وأفكار، وكل طائفة بأفكار، وجوه الطائفة أفكار، محدش هينفع حد، محدش هينفع. بيقول التفتوا إلي فتخلصوا، إن كان الله هو الله أعبدوه وأنتم عبيد للذي تطيعون. أمنا قالت لنا، رئيس الدير قال لنا، والله قال لك إيه؟ سكوت. بقولها الرهبان شيوخ، شيوخ في وادي النطرون، والله قال لنا إيه؟ عباش إزاي؟ سكوت. طب كان بياكل ايه؟ كان لما هو بيقول لا تهتموا، انظروا فين، فين الطيور السماء، فين التعليم بتاع موعظة على الجبل؟ مش صلبين، مش صلب، ما فيش صلب تماما، لا ذات ولا فكر ولا جسد ولا حاسه من الحواس. فين صلب كل الحواس؟ صلبوا الجسد مع الاهواء، الذين هم للمسيح صلبوا الجسد عن الاهواء والشهوات. ما فيش. ما هو البابا شنو ده بياكل لحم ماعز، ودي حقيقه. وكان لما بيسافر بره، وطبعا من الناس اللي انا بحبهم جدا، انا بتكلم عن نقطه معينه عشان الناس اللي بتصيد بتتصيد، انا بتكلم عن نقطه معينه، ما اتكلمش عن نقطه يعني الناس يقولوني ما تتكلم. انا بتكلم عن نقطه معينه، ان في الكنائس اللي احنا اتربينا فيها، انا مش بتكلم على ازدراء دي، انا ما اتكلمتش عن كنيسه ما اتربيتش فيها، بتكلم على الكنيسه اللي انا اتربيت فيها، الكنيسه الكاثوليكيه والارثوذكسيه. ما كانش فيه الانجيل، ما كانش متعاش الانجيل. ادركت ان في ثانوي حياة غير اللي المسيح عاشها، حياة غير اللي يوحنا العمدان عايش، حياة غير اللي القديس بولس كان عايش، حياة غير اللي احنا حاطين صورهم. وعندنا فصام غريب، صورة أبو نفر الساحة احنا مناش دعوة بيه خالص، صورة الأنبا بولو احنا مناش دعوة بيه خالص، صورة مش عارف مين واحنا مناش دعوة بحياته خالص، صورة الأنبا شنودة واحنا مناش دعوة بأي حاجة، مناش علاقة بيه تاني خالص. بولس الرسول مش عايشين حياته. ده إيه ده؟ مفيش صلب، احنا بنعمل مشيئة ذاتنا. ادي فكرة الصليب، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، واللي الجسد بتاعه اللي الله حطه فيه عشان يمتحنه وهو مش فاهم، عايش حسب الجسد ما بيرغب. وبنبكي عايزين قدور لحمة، وبنبكي عايزين سمك وكرات وبطيخ، وبنبكي وبنعيد نفس المصيبة. فالحياة اللي جوانا هتلدعنا وتموتنا زي ما عمل مع بني إسرائيل، الحياة اللي فينا هتموتنا. هناك ناموس آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبي الناموس روحي، اما انا فجسد. ان كان القديس بولس اللي فهم وقرر ومشي وبينمو، ما زال بيصرخ. وده السؤال اللي سالته لابونا مت المسكين وانا في ايام الجامعه، ازاي الشخص ده لسه في حرب؟ قال لي لا لا لا، ده هو بيحكي عن الحاله قبل ما يبقى مسيح. بقول له يا ابونا، لما كان هو ده الله يحاسبني يوم الحساب، يوم الدينونه، عن النقاش ده، الكلام ده لما كنت انا في ثانويه عامه من 25 ولا 27 سنه، انا مش فاكر طبعا. بقول له لما هو ختم الإصحاح
بإني أنا بعبد ربنا بناموس ذهني ولكن ما زلت بجسدي بأخدم ناموس الخطية. إزاي ده؟ هو بالفعل كان ماشي الحياة، كان ماشي وكان بينمو، كان بينمو يا ابونا. بس هو بيقول إن هو لسه، ده في رومية 7 هو بيقول لسه أن أفعل حسن لست أجد، مش قادر. في ناموس آخر في أعضاء بيحارب ناموس ذهني. ويحي أنا الشقي، أشكر الله يسوع المسيح ربي. ده هو آمن بي، أنا بنفسي بخدم ناموس الله ولكن بجسدي استل ما زلت بعبد بخدم ناموس الخطية. قال لا خلاص حصل ولادة من فوق، ده ما كانش سمعني. قال لا، هو الإنسان هيظل في صراع وهيظل الإنسان لا يعلم ماذا يفعل. أنا مش داريان بعمل إيه لأن أنا مش عايز أعمل كده لكن بعمله. زي ما القديس ده ذكرت في الكتاب المقدس، كلمة الله بتقول لنا كده. وهيظل الحرب، ودي الحقيقة، بسبب الإنسان مش صلب جسده. أكيد القديس بولس كان صلب جسد، بس محتاجة استماتة في صلب جسد كامل. أقمع جسدي، لم تجهده بعد حتى الدم. عايز أجهد حتى الدم، جهد حتى الدم وقعد أسلق سمك وأعمل وأحمر مش عارف إيه، جهد حتى الدم إننا في إطاعة الله. والمسيح بيقول ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان، لا تهتم. أهتم؟ طب ما ده اهتمام. فصليب فكرته الله مديني اختيار أطيع مين، وعطاني حواس أطيع حواسي. ما هو لازم يبقى في امتحان اللي ناس كتير وراء وأسس. طلعت في لبنان ورحت في سوريا، يعني لفيت الكرة الأرضية، يعني وفي إيطاليا وفي ألمانيا وفي السويد وفي أمريكا كذا أسيس في كنيسة إنجيلية برضو نفس الحكاية. قال لي لا، ما ربنا عطانا الحواس دي عشان نتمتع بيها. وبابا روما جي في الآخر، ربنا عطانا أكبر نعمة، أكبر نعمة ده أكبر امتحان. حطت لنا شجرتين علشان أختار أي إله وأي كيان أطيع. أنتم عبيد للذي تطيعونه. الناموس يسود على الإنسان مدام حي، لسه الجسد حي، يعني هو كل حاسة بتطلب بطيعها. أنا ميت وميت وبعبد إله آخر ومصلبه، أدي فكرة الصليب. إذن أنا مش هقدر أتبع الله ومش هقدر أعبر ومش هبددي صح. مفيش بداية صح. بني إسرائيل عشان يطلعوا كبداية، كبداية من قبضة فرعون، كبداية من قبضة فرعون، لازم يكونوا حرقوا الخروف، حرقوه. يعني أنا بقدم نفسي وأقول له أنا يعني رافض إطاعة، مش عايز أعيش حسب الجسد اللي أنت حطت روح الروح فيها عشان تمتحني. لا، أنا مقررت ما أعيش حسب الجسد ومقررت ما أعبدش فرعون رئيس العالم، قررت أتبعك أنت وأسلك بالروح عشان أبقى عضو فيه. المشكلة أن الناس، المسيح قال لي، مش فاهمة الفكرة أن احنا نبقى أعضاء فيه. والله روح ملهوش حدود، وعشان أبقى روح في متحد بيه زي الغصن في القرمة، زي أعضاء في جسمه، التشبيهات اللي قالها لنا ربنا. الله طب روح، ما الفكرة مش واضحة. مرجرجس ومرمينة قالوا لنا إيش وسمك، ما الفكرة مش واضحة. أما إزاي هبقى عضو في الله الغير محدود؟ وإزاي هبقى فيه في كيانه الغير محدود، الكينونة الأزلية؟ إزاي؟ وليه القديسين عملوا كده؟ الفصام الغريب، كل ما سأل رهبة ولا راهب، أما القديسين عملوا كده ليه؟ بقى هم قديسين والنعمة هم. طب وأنا بقى إيه؟ لما بيقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين، بل القداسة بدونها لا يعين أحد الرب، بل كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات. إزاي؟ لو صلبت جسدي. مش كل واحد قدامه الاختيار يعيش حسب الجسد إلا الله حطه. تعالى لو طلب من ربنا هيقوله ده أنا حطك يا ابني، حطت روحك في جسد عشان أمتحنك بيه. وافهم خروف الفصح، افهم الفكرة، افهم حياتي أنا، حياتي أنا أخرجه الروح للبرية. أطلب إن الروح يخرجك قبل فوات الأوان. محدش هينفعك، لا أبونا متى ولا بابا روما ولا هارون اللي أنا اخترته، ولا بطرس اللي رأى هينفعك، ولا يهوذا ولا شاول ولا أي حد يا ابني هينفعك. أنت التفت لي، أنا هعلمك وهشاول لك على مين تخرج وتنزله زي يوحنا العمدان. وكل واحد براحته. فخلاصة موضوع الصليب، الخلاصة إن احنا بقينا عبيد
حسب ظهر هذا العالم بإيه هو الرأس. واللي طلب من ربنا يفهم القضية كلها، يفهم الهدف، هدف الخلق، مش طلب يسأل الخطية تتشال إزاي عشان ما يروحش النار، لا، اللي طلب يفهم الهدف من الخلق، وحتى لو ده قليل أو حتى لو كان رعاة قليلون هم اللي ألقوا الضوء، ده مش عذر. كلمة الله بتقول لنا كده في رومية 6 إن صرنا متحدين بشبه موته سنصير في قيامته. إيه الموت والقيامة؟ موت طبيعة كينونة كنا فيها، موت طبيعة وكينونة كنا فيها، حالة عبودية، كان رئيس العالم رأسنا، الحياة القديمة رأسنا، فجه طبعا بقينا حسب يعني بقينا صورة، بدل ما نبقى صورة لله لو كنا أعضاء في الله بقينا زي أعضاء في رئيس العالم، فبنحيا ونتحرك ونوجد به. فجه السيد المسيح يورينا الطريق علشان أتحرر من الحالة دي، مش الطريق لغفران الخطية، غفران الخطية مش طريق. فقال إن صرنا متحدين بشبه موته، كتب لنا كده في رومية 6 سنصير في قيامته. يعني زي ما علمنا إزاي تموت الحية، أو إزاي يبطل، لكي يبطل جسد، إزاي يبطل سلطانه علينا بإنها تموت الحية فينا، بموتنا فيما الحية بتقودنا يموت الطبيعة دي. عالمين هذا إن إنسان العتيق، إنسان عتيق، طبيعة عتيق، صلب معه لكي يبطل، في حاجة عايزها تبطل، في خليقة جديدة، مش في تجديد وتنقية، لا، خليقة جديدة تتخلق، يتخلق الإنسان تاني لكي يبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد. اللي في المسيح خليقة، إيه الخليقة؟ خليقة تانية. القروب صار خليقة تانية بإشطان، والإنسان بقى خليقة تانية لما اتفتحت عينه، ده عين القروب أو الحية، بقى منقاد بالحية، بدأ يرى بعيون الحية. محدش شرح كده في التاريخ، الكتاب كلمة الله شرحت كده، اتفتحت عينه. يعني اتفتحت عينه؟ شاف بحالة ما كانش ربنا خلقه يشوف بالحالة دي وبالعيون دي، فشاف انه عريان. ولما جه اول رئيس كهنة عينه الله، للأسف عرى الشعب تاني عشان يفكرنا بالحالة اللي كانت في آدم، اتعرى فبيقول لنا مش عشان انا اخترت رئيس كهنة لبناني، ولا البابا في شنودة، ولا البابا روما، ولا واخترت هارون واخترت داود اللي هو عرى بنت آدم، مش عشان اخترت بطرس اللي رأى وجي بولس وبخه. نفهم كلمة الله، احنا مش بندين موسى، احنا ده فوق الراس، ولا هارون، ولا بندين بولس الرسول، ولا بطرس، ما بندينش حد. احنا القضية مش قضية الأشخاص اللي في التاريخ ولا اللي في الأرض، البابا كلوروس، البابا شنودة، كل الناس على عين والراس. القضية أفهم أنا مخلوق ليه، وإيه الخراب حصل في إيه بالتحديد، وإيه العلاج اللي جه الله لما تجسد علاجهن وعلمهن. عالمين افهموا، نعلم إيه اللي عايزنا نعلمه يا رب، إن في إنسان عتيق الموضوع ملوش دعوة بالخطية، الطبيعة دي فسدت، فهو عايزنا نرجع لطبيعة جديدة، خليقة جديدة. فلازم الموت يعمل فينا، نظل زي بذرة، شبهها بذرة مدفونة، أو أتعلق على الصليب زي ما هو وراني. الذين هم للمسيح صلبوا الجسد عن الأهواء والشهوات، ومن أجلك نمات كل النهار، طول ما أنا في نهار، اللي عايز يعيش في النهار وفي النور يمات، يصلبه، والبذرة تظل مدفونة. ليه؟ عشان نأكد لربنا مش عايزين نعيش حسب قيادة ذاتنا مرة تانية، ولا جسدنا، ولا رئيس العالم اللي كنا حسب فكره.
بل عايزين نأكد لربنا فعلا احنا اخترنا فهمنا واخترنا طلبنا ففهمنا فاخترنا ان يكون هو الراس. فهنصلب الجسد على الاهواء والشهوات باستمرار، صلب المشيئة اعلان ان احنا رافضين قيادة انفسنا واحنا نصير آلهة او قيادة الحية او قيادة القروب او قيادة اي شيء، بل يكون ربنا هو راسنا وإلهنا. هذه فكرة الصليب، رفض إله تاني، رفض قيادة ذاتنا وجسدنا، عالمين ان انسان العطيق، قبول بفهم ان في انسان عطيق كنا عايشين بيه بيحب اللحمة بيحب القراط، ودي ايات السمك والبطيخ بيحب الحاجات دي، ورفض المن، نقول له لا يا رب احنا عايزين المن السماوي نشبع منك، عايزين نستوطن فيك، عايزين نختارك تكون انت شجرة الحياة، تبقى انت مصدر الحياة، عايزين نعيش الملكوت من هنا، اخترنا الملكوت، اخترنا حياة الملكوت، اخترنا الحياة الروحية، حياة الروح اخترناها عايزينها، واحنا رافضين الحياة بالجسد بقيادة الجسد بشهوات الجسد، وفهمنا انك انت حطت لنا كل الحاجات دي، البصر والقرات والبطيخ تمتحننا بيها، ما زي ما قال سيدنا بيحب سيدنا ونفسه ومش عارف ايه وامنا بتحمر، فهمنا ان كل ده امتحانات واحنا ملناش دعوة، وده امتحان عايزنا ننجح في الثوابت، نرتفع فوق الثوابت، حتى لو هارون، حتى لو البابا شنودة، حتى لو البابا كلورس، حتى لو داود، حتى لو بطرس الرسول، انت بتمتحننا بتجيب لنا اشخاص بشر زينا بشر، حتى لو كان قروب مخلوق برضو عايزين قيادة الخالق، حتى لو كان قروب مخلوق برضو عايزين قيادة الخالق، حتى لو كان قروب مخلوق برضو عايزين قيادة الخالق. فالصليب يعني رفض قيادة أي مخلوق، حتى لو رئيس ملائكة، مش حتى قيادة البابا الشنودة، حتى لو قروب، بفهم أن القروب أخطأ، بفهم أن السرافيم أخطأت. آدي اللي كان عايز يفهمونا ربنا في أشعياء وحزقيال من العهد القديم، أن القروب أخطأ. فالصليب يعني رفض قيادة أي مخلوق، حتى لو رئيس ملائكة، مش حتى قيادة البابا الشنودة، حتى لو قروب، بفهم أن القروب أخطأ، بفهم أن السرافيم أخطأت. آدي اللي كان عايز يفهمونا ربنا في أشعياء وحزقيال من العهد القديم، أن القروب أخطأ. فالصليب يعني رفض قيادة أي مخلوق، حتى لو رئيس ملائكة، مش حتى قيادة البابا الشنودة، حتى لو قروب، بفهم أن القروب أخطأ، بفهم أن السرافيم أخطأت. آدي اللي كان عايز يفهمونا ربنا في أشعياء وحزقيال من العهد القديم، أن القروب أخطأ. وداود اسم الله عليه أخطأ وعرى، وهارون أول رئيس كهنة قال على الناس عريانة ولابسين هدوم داخلية، لا، وجد الشعب معرى وبيرقص قدام عجل وعمل عجل، ورانا مش هندين هارون، احنا مش قضيتنا هارون، دي مشكلته مع الله. بس الفكرة الصليب رفض أي حد يقودنا، لا ذاتنا ولا شخص زي هارون على العين والراس، هارون والبابا شنودة على العين والراس، أبونا متى المسكين على العين والراس، كل الناس على العين والراس، حتى الكروبيم والشرافيم على العين والراس، بس هم أخطأوا، دي مشكلتهم. لكن بتعليم الله لينا نصلب أي كيان ومخلوق، مخلوق حتى الشرافيم والصرافيم، مش أبونا داود لمعي ولا أبونا ولا البابا شنودة ولا الكروبيم ولا الشرافيم ولا بطرس الرسول ولا هارون ولا داود النبي، لا، نصلب أي مخلوق إرادة وقيادة أي مخلوق عشان الله يقودنا، لأن احنا مش ضامنين أن القروب والشروب، ليه ربنا جايب لنا الأمثلة دي، الشرافيم والصرافيم أخطأوا، مش نفهم أبونا، قال أبونا إيه لما الشرافيم والقروب، القروب أخطأ وبقي تعبان حية، فكلام الله واضح،
أقوى مخلوق سرافيم قروب أخطأ. فنيجي نقول أبونا ده غلب إيه اللي احنا فيه ده؟ نحن غلابة مش شايفين الله، فمضطرين أي واحد لابس جلابية قطعة قماشة بيضاء أو سوداء نقول قال أبونا ده إيه الغلب اللي احنا فيه ده؟ إيه الغلب اللي احنا فيه ده؟ فحكينا ربنا في أشعيا وحزقيال إن القاربيم والصرافيم بقيوا تعبين بقيوا حيات. هنقول بعد كده أبونا اللي لابس جلابية لما الصرافيم والقاربيم بقيوا تعبين وداود رجل الصلاة عرى بنت آدم، أول رئيس كهنة في التاريخ قال على الناس عريانة عريانة لابسين هدوم داخلية، لا عريانة، وجد الشعب معرة وما بيرضاش الرعاة ما بيرضاش. وده وأنا لما رحت لبابا شنودة قلت له أنت ناسي يا سيدنا أن أول رئيس كهنة في التاريخ هو اللي قال على الناس عريانة وعرهم، وهو اللي عمل بإيده بعيده العجل، ضايقته الكلمة ضايقته. وكتب لنا ربنا الكلام ده ليه؟ إن حتى السرافيم، قلت له ده حتى السرافيم أخطأ، فأنا ما أضمنش السرافيم، أضمن أبونا في المنيا ولا في سوهاج ولا في قرية معرفش إيه ولا في شبرا ولا في مصر الجديدة ولا إن كان السرافيم أخطأ. سيدنا ما السرافيم أخطأ. أدي فكرة الصليب، رفض أي مخلوق ضمان، أطلب قيادة الله الخالق في حياتي ورفض قيادة أي مخلوق في حياتي، وكل واحد لمطلق الحرية يختار عايز يكون إيه، عايز ينقاد من مين، وعايز يحقق الهدف ولا، وعايز يفهمه إن احنا نبقى أعضاء فيه. ونقرأ يوحنا 17 أيها الآب أريدهم أن يكونوا واحد كما نحن واحد، وزي يبقى واحد فالله الآب الغير محدود زي ما يسوع الإنسان واحد أخرجه الروح، أقول له يا رب اخرجني هات الروح تخرجني للبرية، وكان يسوع يقتاد أقول له قدني بالروح مش أنقاد من سرافيم ولا شرافيم ولا هارون علشان يقلعني عريان، ولا أنقاد من داود اللي هو بص من البلكونة شاف واحدة، ولا أنقاد من بطرس الرسول اللي رأى التلاميذ، أقول له لا قدني أنت علشان أنا عايز أبقى هدو فيك أنت فتكون الرأس. وكل واحد يختار ليه مطلق الحرية، يبقى هاروني يبقى حناني قيافي بطرسي شنودي يبقى ايه، كل واحد يخطأ. طبعا مش معنى كده ان ربنا بيلغي التبشير وبيلغي التعليم، لا طبعا، لان هو قال لتلاميذه في اخر مت اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعلموهم جميع ما اوصيتكم به وها انا معكم كل الايام، وبعت يوحنا المعمدان، لا دي حاجه ودي حاجه. بعدين حد يقول يعني انت ما فيش حد يبشر، لا طبعا، ده هو قال لهم اذهبوا لا تحملوا شيئا في الطريق العصا ولا مزود وها انا معكم كل الايام، انتم ملح الارض انتم نور العالم. بس مين احنا دلوقتي؟ ايش عرفنا اللي قدامنا مين؟ مين من النور ومش نور؟ مين اللي فيه ملح ومش ملح؟ وبعد كده في مراحل، بديهي بني اسرائيل لما كانوا في مرحله خلاص عتمة فصل مش شايفين لا سمعين الله ولا، بديها يبعت موسى وهارون، بديه في حاليا بيبشروا ناس كتير، أيوة والله بيبعتهم طبعا، بس دي حاجة ودي حاجة. مش أراهن أبديتي على أنا في أسوان أو في قرية واحد، أنا في باريس في مدينة في، أنا أراهن أنا في أمريكا أنا في أستراليا أنا في أسبانيا أنا في البرتغال، أي راعي أي حد أراهن أبديتي به، لا ده شيء وده شيء. أطلب أولا الحكمة، أطلب ما هو بديه لو الله بدأ يفتح ذهن الإنسان زي ما يسوع الناصري ورانا نموذج إنه كان بيروح الهيكل سنة 12 سنة لغاية لما كان بينمو في القامة والحكمة والنعمة لغاية لما أخرجوا الروح للبرية، زي كل سير القديسين اللي بنسمع عنهم تائهين في البراري، ودي آية قالها
الله لنا. كلمة الله بتقول لنا تائهين يعني في البراري والكفار وشكوك الأرض معتزين ومقلوبين والعالم لما يعني كانوا منقادين أن منقادين بروح الله هم أبناء الله في البداية. أنا لسه في البداية في مراحل لكن الأمين الله مش هيسيبه. إذن الفيصل في أمانة الإنسان. أمين هيروح له زي ما راح للسامرية، أمين هيبعت له حد أو هو يروح له ومش هيسيبه يغرق. فالفيصل من أول القضية الأخيرها في أمانة الإنسان. إنسان صادق ربنا مش هيسيبه، مش هيسيبه كده لأي حد في أمريكا ولا في بلجيكا ولا في الهند ولا في الصعيد، لا هو شايف كل إنسان. الله ما بيلغيش التبشير ولا هيلغي كلامه أنتم نور العالم. هو عايز، طب ما هو بولس الرسول كان بيبشر، بس هو عايزنا نبقى حكماء كالحيات، مش أي حد أراهن مصير الأبدي عليه أو أعلق مصير الأبدي عليه، لا. وخلاص من أول ما كنت في الكنيسة سني 7 سنين لغاية لما سني 80 سنة اللي يقولوا أي حد إيه ده؟ أي شمس، أي رأي، أي واحد لابس جلباب اللي يقوله من وقت سن 7 سنين لغاية 70 سنة ده إيه ده؟ فين النمو؟ فين قيادة الروح؟ فين البرية؟ فين أخراج الروح؟ فين إخراج الروح ليك للبرية؟ ففي مراحل. في البداية ما احنا مش عارفين. فأمانة الله مش هتسيب إنسان، مش معنى كده من ناحية الله لا، بيبعت مبشرين وقال إن في أعضاء، أنت في العين غير الفم غير الكبد، كل واحد ليه دور، في مبشرين وفي رسل وفي قديس بولس قالها وكلام واضح. لكن القضية في أن الإنسان بدون الحكمة وبدون ما يطلب من الله قيادته كمان يبعته الأنبا أنطونيوس، يبعته المبشر، يبعته الراعي، يبعته لحد من أولاده. فالفيصل بين الإنسان وبين الله في المغدى هيتحدد كل شيء. طالما أمين وصادق هيبتدي الله يقوده، يبعت له حد في مدارس أحد، يبعت له مبشر من أي كنيسة، يبعت له صوته في أي قناة، مش هيغلب. بس طالما الإنسان صادق الله مش هيسيبه ومش بيلغي القيادة. بعدين حد يقول إيه ده؟ يعني إيه إن كان الصرافيم سقطوا؟ لا ده يعني ما راهنش حياتي وعلق على أي حد، على أي إنسان طول حياتي، أبقى فاهم. أو أنا أطلب من ربنا النور هيفهمني إن الطريق مراحل طويلة. ياما ناس عاشت ومات ما فهمتش إن في مراحل. بعد كده أعرف إن الله في الآخر هو أمس واليوم، هو البداية والنهاية في حياتي، في قيادته ليا، في نموي، هو البداية والنهاية في كل شيء، فمش هيسيبني. فلو أنا أمين وصادق يا إما هيبعتلي حد، يا إما يكلمني مباشرة زي ما ظهر لبوز، هيتصرف. الله قصده من رهنش حياتنا على خلاص هارون ربنا بعته، ده اللي بيحصل. خلاص البابا فلاني، أنبا فلان اللي في الصعيد، اللي في مصر شيخ السواح، إيه ده؟ في حكمة في كل الأبعاد وفي كل المراحل. والأمين الله يظل معاه أمين ومش هيسيبه، والأمين الله يظل معاه أمين ومش هيسيبه. كل واحد يختار لمطلق الحرية، يبقى هاروني، يبقى حناني، قيافي، بطرسي، شنودي، يبقى إيه؟ كل واحد يختار، كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. حتى لو كان قارون مخلوق برضو عايزين قيادة الخالق. فالصليب يعني رفض قيادة أي مخلوق، حتى لو رئيس ملائكة، مش حتى قيادة البابا الشنودة، حتى لو قاروب، بفهم أن القاروب أخطأ، بفهم أن السرافيم أخطأت. أدي اللي كان عايز يفهمونا ربنا في أشعياء وحزقيال من العهد القديم، أن القاروب أخطأ. امتى هندخل عهد جديد؟ امتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وامتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان يقوم؟ امتى هنقوم؟ وامتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟